الباقي بقى لما يبقى في حد يعني انا ما كنتش احب اتكلم في حاجات من هذا لا النوع هي مش بس مضطر اصل يعني خلي بالك كل ده اثير يعني يعني لما يبقى في حد يعني بيتاجر في مخدرات في داخل المؤسسه يعني مش بيتعاطى بتاجر مخدرات بيتاجر في اللي على الاهرام. زملائه لا بالمناسبه عشان ما تقولش الاهرام كل المؤسسات فيها مؤسسات كلها طالما الناس التعاطي انتشر الى هذا الحد بتلاقي في كل مؤسسه حد بيجيب اقراص او بيجيب مخدرات او شيء من هذا القبيل وانت تأكدت من دافع ف لا ما فيش اي حاجه الا لو حد ضبط متلبس ففي الحاله دي اي حد كان بيعمل حاجه من هذا النوع نعم كنت بمنتهى القسوه لانه لا يجوز اصبحت مؤسسه نظيفه تماما في هذا الامر اتجار في المخدرات صحفيين ولا عاملين؟ يعني بغض النظر يا استاذ وائل المهم في حالة تانية لما يبقى عندك حد بيبقى سارق وثابت انه استولى على اموال خاصة بالمؤسسة طب هتعمل له ايه؟ ده بالقانون باللائحة وبتعمل حتى ابلاغ فيه بره يعني اسرته تصالحت لكن في الاخر اتفصل يعني دفعت اللي خده لكن لما يبقى في عندنا حاجة احيانا عملاء للمؤسسة عاملين اعلانات وعايزين يسددوا جزء من الاعلانات بتاعتهم في صورة بضاعة يعني سيارات او اجهزه منزليه او شيء من هذا القبيل دي بنسميها عندنا خطابات بضاعه فاما تلاقي حد بيتاجر ب هذه الخطابات يعني يجي عامل بسيط ظروفه ماليه صعبه ومحتاج لا فلوس اصل انت بتتكلم هنا عن يعني قضايا التحقيق فيها واجب والاحاله بالظبط القانونيه وكلها فيها واجب، بالشؤون انا بكلمك القانونيه عن علاقات بين العاملين زي ما بقول ماشي يعني انت قلت بعض الوقائع، لكن في وقائع لا الجو العام يعني لك فلان اصله اما سجل موضوع لفلان بيشتم ده احمد نهائي وخد له التسجيل انا هقول لحضرتك حاجه في حد جاب لي لا ده حصلت وقع في حد جاب لي تسجيل مره فكان على احد مديري العموم فانا كان ردي كالتالي قلت له في الحقيقه الفعل الحقير نصا كده هو اللي انت عملته ان انت تقوم بالتسجيل لحد في جلسه بينك وبينه مش في جلسه عموميه جلسه عموميه اللي بيتكلم بيبقى عارف ان هو للتسجيل ما فيش مشاكل يعني لما تبقى عامل جلسه عموميه مع مجموع الناس ده بيبقى للعموم يعني انما حاجه من هذا النوع ورفضت اتخذ اي اجراء مبني على هذه الواقعه وهذا التسجيل وهذا الشخص اللي جاب لي التسجيل في الحقيقه هو اللي انا يعني خد كلام قاسي للغايه يعني ده فعل في الحقيقه اجرامي انك تستغل ثقه حد فيك انت قاعد معاه وتسجل له اما الواقعه الثانيه اللي هي حد قاعد في مجموع عدد كبير من العاملين وبيتكلم وهو اللي بيسجل عشان يستخدمه فالتسجيل ده في الحقيقه هو التسجيل المسيء للحقيقه واللي حاول انكر ان هو قال اي حاجه رغم ان هو بيتقال في موقع عام وفي عدد كبير من الزملاء ده اللي لا يليق ودي مش جلسه خاصه ومش دي مش حد بيسجل لحد ده هو اللي سجل والامن خد نسخه من الشريط اللي هو مسجله بس